السلام عليكم، معاكم الممرض عامر عياصري. اليوم راح نتحدث عن طريق اكتشاف الجلطة الدماغية قبل حدوثها أو اكتشافها بوقت مبكر. طبعا الجلطة الدماغية تعتبر من أشهر الأسباب اللي بتؤدي للوفاة، أيضا تعتبر من أشهر الأسباب اللي بتؤدي للإعاقة. فاكتشافها بوقت مبكر أو اكتشافها قبل حدوثها بيساهم بإنقاذ حياة الشخص، أيضا بيساهم بعدم تعرضه للأعراض والمضاعفات اللي ممكن تحصل بعد الجلطة، واللي أشهرها اللي هو الشلل النصفي. لكن بالبداية خلينا نتكلم بإيجاز عن الجلطة الدماغية. طبعا الجلطة الدماغية نوعين، النوع الأول اللي هو عبارة عن انسداد بالشرايين اللي بتغذي الخلايا الدماغية، وبشكل هذا النوع حوالي 80% من أنواع الجلطات. طبعا نتيجة لانسداد الشرايين ممكن يعني تنسد بواسطة خثرة، يؤدي لعدم وصول الدم المحمل بالأكسجين للخلايا الدماغية. النوع الثاني اللي هو النزيف الدماغي، بيحصل نتيجة لانفجار الأوعية الدموية الموجودة بالدماغ، أيضا بسبب عدم وصول الدم المحمل بالأكسجين للخلايا الدماغية، ويؤدي إلى موتها إذا استمر المشكلة لفترة طويلة. طبعا ضروري نعرف أن الجزء الأيمن من الدماغ بتحكم بالجزء الأيسر من الجسم، اليدين والرجلين والوجه واللسان. فإذا حصلت الجلطة الدماغية بالجزء الأيمن، المريض راح يحصل عنده مشاكل بالجزء الأيسر من الجسم. أيضا الجزء الأيسر من الدماغ بتحكم بالجزء الأيمن من الجسم، فإذا حصلت الجلطة الدماغية بالجزء الأيسر من الدماغ، المريض راح يحصل عنده مشاكل بالجزء الأيمن من الجسم اللي هو اليدين والرجلين والوجه واللسان. وحتى نقدر نتعرف على الجلطة الدماغية قبل حدوثها، ضروري يكون عندنا معرفة بأعراض الجلطة الدماغية. احنا بهذا الفيديو يعني ما راح نتكلم عن اعراض الجلطه الدماغيه بالتفصيل، فقط راح نتحدث عن عرضين شائعات ممكن اي شخص يحفظهن ويتذكرهن. العرض الاول اللي هو صعوبه تحريك احد اطراف الجسم، اما اللي على اليمين او اللي على اليسار. طبعا حسب مكان اللي بيحصل فيه الجلطه بالدماغ، اما على اليمين او على اليسار، فالشخص بيحصل عنده ضعف وعدم قدره على التحكم باحد اطراف الجسم، اما اللي على اليمين او اللي على اليسار. فلو طلبنا من الشخص انه مثلا يرفع ايديه الثنتين مع بعض، راح نلاحظ انه رفع ايد ما قدر يرفعها. او مثلا لو طلبنا من الشخص انه يبتسم، راح نلاحظ انه فقط جزء واحد من الوجه هو ابتسم، والجزء الثاني ثابت، يعني الشخص ما بيقدر يحركه. فالعرض الاول من اعراض الجلطه اللي هو صعوبه في التحريك وعدم القدره على التحكم باحد اطراف الجسم اللي على اليمين او اللي على اليسار فقط، يعني مش كل الاطراف اليمين واليسار مع بعض، فقط جزء واحد. ايضا الشخص بيحصل عنده صعوبه في الحركه والتوازن. فهذا هو العرض الاول من اعراض الجلطه، وهو يعني شفتوا حدا عنده مشاكل بالحركه، حصلت بشكل مفاجئ، صعوبه في الحركه بشكل مفاجئ، احتمال يكون عنده جلطه دماغيه. العرض الثاني من اعراض الجلطه اللي هو صعوبه في الكلام والتحدث والذاكره وفهم الكلام. فلو مثلا طلبت من الشخص انه يذكر اسمه، راح تلاقيه بيتكلم صعوبه وبذكر اسمه بصعوبه، لانه اللسان كثير بتاثر. ايضا الذاكره والفهم هاي الاشياء كلها ايضا بتتاثر عند الشخص. فاذا لاحظت شخص عنده صعوبه بالحركه بشكل مفاجئ حصل عنده، او صعوبه في الكلام والتحدث بشكل مفاجئ، احتمال يكون عنده جلطه دماغيه. وفي موضوع مهم بالنسبه للجلطه الدماغيه اللي هو موضوع هذا الفيديو، اللي هو الجلطه الدماغيه العابره. 30 ل 40% من الاشخاص اللي بينصابوا بالجلطه، قبل ما ينصابوا بالجلطة الرئيسية بنصابوا بجلطة دماغية عابرة اسمها، أو في ناس بسموها جلطة دماغية صغرى. طبعا هاي تعتبر إنذار مبكر للجلطة الدماغية، وأعراضها نفس الأعراض اللي ذكرناها، صعوبة في الحركة وصعوبة بالكلام، يعني تحصل بشكل مفاجئ. فأي شخص بيحصل عنده هاي الأعراض بشكل مفاجئ، ضروري مباشرة يراجع طبيب أعصاب. طبعا الجلطة الدماغية العابرة أو الجلطة الدماغية الصغرى ممكن مدتها يكون دقيقة أو عدة دقائق أو عدة ساعات، وممكن تستمر ليوم. فالشخص ممكن يتعافى منها ويظن إنه ما في شيء، أو إنه حصل له شيء يعني غريب وشفي منه. فلازم يعني مباشرة يراجع طبيب الأعصاب، لأن هاي تعتبر إنذار مبكر للجلطة الدماغية. طبعا طبيب الأعصاب راح يعمل تصوير مقطعي بالأشعة المقطعية، اللي هو التصوير الطبقي للدماغ. من خلاله بيقدر يتعرف هل الشخص عنده جلطة دماغية أو نزيف دماغي. إذا شك الطبيب إنه عنده جلطة دماغية، فقط راح يعطيه دواء الأسبرين أو مميع دم. وإذا شك إنه عنده ممكن نزيف دماغي أو بداية نزيف دماغي، الطبيب يعني راح ممكن يعمل له عملية. فالجلطة الدماغية العابرة تعتبر إنذار مبكر للجلطة الدماغية. أيضا حتى لو الأعراض هاي شفناها، ممكن تكون الأعراض للجلطة الرئيسية مباشرة، ضروري مباشرة نأخذ الشخص للمستشفى.
لانه يعني اذا تاخرنا عن علاج الجلطه اكثر من 4 ساعات ممكن الخلايا الدماغيه تتاثر وتموت، ويصعب يعني من الشخص علاج الشخص، والشخص راح يعاني كثير مثلا من الشلل النصفي او يعني مشاكل اخرى، ممكن يصير عنده مشاكل بالبصر او يعني مشاكل اخرى. تقريبا كان هيك كل شيء عن الكشف المبكر عن الجلطه الدماغيه. اذا لاحظتوا اي شخص بحصل عنده صعوبه بشكل مفاجئ بالحركه او صعوبه بالكلام بشكل مفاجئ، ضروري مباشره تاخذوه للطبيب، لانه ممكن تكون هاي اعراض الجلطه الدماغيه. في النهايه لا تنسوا تعملوا فيديو بلايك، تشتركوا معنا بالقناه، ايضا لا تنسوا الضغط على الجرس لمتابعتي. نتمنى لكم الصحه والسلامه ويعطيكم العافيه.